استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع بريف الدولي للقتال بمجلس سموه بقصر الوادي. استقبل رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال وجميع الداعمين بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية والمساهمين لهذا الحدث والذي شهد إقامة النسخة الرابعة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة في شهر نوفمبر الماضي. وقد هنأ سموه الجميع بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه أسبوع بريف الدولي للقتال والذي عكس بالشكل الواضح قدرة وتميز مملكة البحرين على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية. وأشاد سموه بالجهود الطيبة والدعم اللامحدود من أجل إقامة الفعالية والذي لاقى نجاحا واسعا في الأوساط الرياضية العالمية، منوها سموه بجهود اللجنة المنظمة لأسبوع بريف الدولي والتي عكست جدية أعضاء اللجنة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات، وساهم بدوره في حصول المملكة على الإشادة من الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والمنظمات الدولية المتخصصة في رياضة فنون القتال المختلطة. كما نوه سموه بمساهمة الوزارات والهيئات الحكومية ودعم الشركات والمؤسسات الخاصة والتي انعكس على تحقيق النجاح المنشود، موجها سموه الدعوة لهم في المشاركة بجميع المبادرات لهذا العام لا سيما في أسبوع بريف الدولي للقتال المقبل. وفي الختام أكد سموه أن النهج مستمر نحو رعاية ودعم الشباب والرياضة البحرينية لا سيما الرياضات القتالية التي تعزز ما وصلت إليه مملكة البحرين من مكانة متقدمة في الرياضة. بعدها ألقى سعادة السيد خالد الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة كلمة أشاد فيها بدعم القيادة للرياضة أو القيادة الرياضية لقطاع الشباب والرياضة ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي ساهمت في تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة للنهوض بهذا القطاع، مثمنا في الوقت ذلك الجهود المتميزة التي بذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعاية ودعم الرياضات القتالية والذي كان له الفضل في أن تتبوأ مملكة البحرين مكانة متقدمة على الصعيد العالمي في هذه الرياضة. بعدها كرم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهات الحكومية والرعاة والمساهمين في دعم أسبوع بريف الدولي للقتال ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لهذا الحدث، كما تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لأسبوع بريف الدولي. Thank you.
رغم